حياكم الله في السلسلة اللي بدأنا فيها من الصفر لإنشاء فريق ونادي متكامل للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وهو كأس الملوك. وبفضل رب العباد تم اختياري من بين جميع الأفرقة لتمثيل الشرق الأوسط والوطن العربي والمملكة العربية السعودية. حلقة اليوم هي حلقة الثالثة، وكلكم شفتوا في الحلقات الماضية كيف بدينا وين وصلنا. راح نستكمل اليوم مع بعض حتى اللحظة اللي نوصل فيها إلى مدينة المكسيك اللي راح يقام فيها كأس العالم للملوك للمرة الأولى. والبداية كالعادة من القصر. السلام عليكم ورحمة الله. قبل البطولة الآن قاعد تشوفني اللحظة هذه ما قبل السفر، وبيك تعرف شينا في الوقت اللي بتشوف فيه المقطع يمكن المباراة باقي لها 24 ساعة، يمكنها بنفس اليوم، أنا ما أدري متى بينزل بالضبط هذا، ولكن قبل المباراة الأولى وإحنا الآن بنتجهز والعيال قاعدين يتجهزون. أيوة أيوة أيوة. هذا حقي. عطني 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 هذا بإذن الله إنه معنا معنا إلى يوم العودة بإذن اللي ما تنام عينه. بنروح المطار. أوه تعال، في واحد مكسيكي جاء معنا يا جماعة. أميغو باموس أميغو. الله يستر. هذا يا جماعة الخير هو اللي تحلم. أقول لهم الحلم اللي حلمته. إيه قول لهم الحلم يا جماعة. أنا حلمت في اليوم اللي ها اليوم اليوم اللي إحنا ماشيين فيه. حلم اليوم يا عيال. حلمت اننا وصلنا لاخر شيء بالبطوله. ايه نص نهائي. ايه بعدين انقطع الحلم. ما ندري ايش صار يا عيال، اقسم بالله قهر. طيب ايش صار؟ ما ادري بس احنا كنا شاقين الدنيا. كنا شاقين الدنيا. اللهم يا رب العباد. الدنيا وفله وبطوله وفقت. طيب فيه الان انا والاقول لهم ولا على الطريق يشوفون؟ بالطريق بتشوفون. الرحلة يا جماعة فيها أكثر من 15 إلى 20 تقريبا، فيها عدد كبير مرة، ما أدري إذا كلهم بيجونكم أو لا وبتشوفونهم أو لا. عموما ليش أطول أنا بالكلام الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا خط وعندنا سفرة، نبغى الدعوات الطيبة، الدعوات الطيبة. شوف خلينا نوضح لهم نقاط مهمة. الرحلة يا جماعة باقي لها تقريبا 4 ساعات من الآن، متجهين للمطار. مدة الرحلة 24 ساعة، يعني أقسم بالله هي مسافة مرة متعبة بإذن الله نتهون. وبأحرص يا جماعة الخير أني أعيشكم التجربة من اليوم الأول زي ما وعدتكم إلى آخر يوم بإذن الله، اليوم اللي نفوز فيه بإذن الله، وإحنا عاملين بالأسوأ متوكلين على الله. وأعلم أن المباراة الأولى هي أهم مباراة، أبحتاج كل إنسان يطالعني، كل إنسان يشوفني الآن. شف أنت الآن قاعد تشوفني في الماضي، فبيطلع لك كلام هنا على اليوم اللي فيه المباراة. يعني إذا هي اليوم بيكتب لك رامي اليوم، إذا هي بكرة بيكتب لك بكرة، ما أدري بالضبط متى بنوصل ونرفع المقاطع. بس الآن رايحين للمطار، بنقابل اللاعبين وبنصرح وبنعلن عن التشكيلة بشكل رسمي لكم، وبنشوفهم مع بعض إلى المكسيك. وأكثر جزئية متحمس لها أني أقابل اللاعبين وتتعرفون عليهم وتشوفونهم لأول مرة. وفي لاعبين عالميين وفي لاعبين محليين وفي لاعبين أجانب ومحترفين، ومع الوقت بتشوفون كل شيء. جاهزين؟ جاهزين لن ينجو ايتاكم. لا احنا بنروح نجيب البطولة مو ناكل. واخر حاجة اقول لكم اياها في المقدمة، وقف يا استاذ المصور عزيز، عزيز المشاهد، نبغى الفرحة بإذن الله تكون ثنتين. اذا ما انت مشترك ترى دخلنا 14 مليون وما بقى لنا شيء على ال 15. وقف المقطع، اضغط اشتراك وفعل الجرس. ليش تفعل الجرس؟ الجرس في وقت بداية المباراة الاولى بيجيك شعار من القناة الاولى اني انا قاعد ابثها الان، وبنتابعها مع بعض في قناتي بكيك بث مباشر. انا من ارضيه الملعب ابعيشكم كاني محلل ومعلق وناقل من ارضيه الملعب. وين هذا يا احمد؟ بحسابي في كيك ورابطه تحت، واللي بيكون فيه بث مباشر كيك، برنامج البثوث انا ابث فيه وبث المباراه فيه وبنشوفها مع بعض فيه. اتوقع كل شيء واضح. يا الله يا رب منكم ما قصرتوا بلايك واشتراك. يلا ابو سعد وقت الجد جد. قبل اي شيء نبدا فيه لازم نوجه شكر للسفاره المكسيكيه في السعوديه، وايضا لسعاده السفير ليه يا احمد، لانهم ما قصروا معانا ابدا. استقبلونا استقبال خاص ومشوا أمورنا وطلعوا جوازاتنا بسرعة وخلصوا كل شيء بدون ما نشيل هم، فهذا الشكر خاص لهم. نبدأ فيه المقطع. السلام عليكم. مساء الخير. كيف الحال؟ يا مرحبا، شلونكم؟ كيف صحتكم؟ شيكت على البوابة؟ قالوا باقي نص ساعة. تعال خلينا نجلس جوا في مكان. تعال أبو صبري شلونك؟ هلا شلونك؟
ابو صبري يا جماعه الخير هو مدرب المنتخب السعودي للصالات. طبعا انت جايب الان من الطاقم الفني مين؟ مين اللي تحتاجه بالطاقم الفني؟ عندي مساعد مدرب راح يجي بعد بكره ان شاء الله. مساعد المدرب وانت المدرب. نعم. وعندنا الدكتور ممدوح هو اخصائي الطبي بالفريق. نعم. بيكون معنا. نعم. احنا يا جماعه الان بنطلع بطياره واحده احنا يا الشباب مع اللاعبين اللي جايين معنا من الرياض، وبنقابل برضو اللاعبين اللي جايين هنا قدامنا وبتشوفونهم بعد شوي. رحلتنا بدتها 24 ساعة زي ما ذكرت لكم، راح نوقف بألمانيا ثم من ألمانيا على المكسيك. هل البطولة مرة صعبة؟ والله في شوف في أغلب الفرق متخصصة في لعبة السبعة سبعة اللي يسمونها فوت سفن. أوكي. الفريق اللي بنلعب معه فريق من البيرو، عندك خبر؟ إيه البيرو. فريق على مستوى عالي من أفضل فرق البيرو. محقق بطولات هناك. أخذنا فيديو منه. حلو. جزأنا أخذنا إيش الطريقة حقتهم، القوة والضعف، اللاعبين المهمين عندهم، اللاعبين اللي نقدر نلعب عليهم. انا كان يا ابو صبري بحثت ولقيتهم دفاعيا لعبهم دفاعيا قوي. صح الكلام هذا؟ هو اوكي بس هم يعتمدون على اكثر من لاعب في النزعة الهجومية، عندهم اكثر من لاعب مهاري واحد على واحد. اللعبة هذه تعتمد على واحد على واحد، اثنين على واحد، الارتدادات السريعة. فهذه كلها يعني اشتغلنا عليها. طيب هل في تكتيك معين بتستخدمه ولا بعد اللاعبين ما نشتغل معاهم تبدا تشوف ايش تحتاج؟ هو اللعبه هذه لها تكتيك معين. إيه؟ راح نشوف اللاعبين السعوديين مع البرازيليين في اول 4 أيام تمرين، بعدها نشوف الطريقه المناسبه اللي تخلي الفريق يطلع بالصوره الحلوه. مباراتنا يا جماعه الخير الاولى بتكون بتوقيتكم انتم الساعه 10 يوم الاحد، اما بتوقيتنا بالمكسيك الساعه كم؟ الساعة واحدة. ظهر. عندنا تقريبا 4 أيام إلى 5 أيام نتجهز، اللاعبين ياخذون مع بعض الكيمستري، نحاول نرفع اذا قدرنا نسوي مباراة ودية. طلبت؟ يا سلام يا سلام. وش صار طيب ايش قالوا؟ ان شاء الله الرد يعني 90% موافق. انا خوفي تقلب مباريات اصابات. لا 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 طلبت بس مع فريق، كلمت الشباب واحد هناك. أه؟ وبيشوف لي مباراة يوم 23. اول فريق من قبله من البيرو طلعت لكم صورته قدامكم، نزلوا بعض التغريدات برضو طلعت لكم صورها قدامكم، قاعدين يطقطقون واحنا قاعدين نطقطق. فيوم الاحد بيقوم العلم، اما احنا اما هم. تاهلنا قابل اللي بعده، بعدها يوم الثلاثاء. فالاحد مباراة، الثلاثاء مباراة، اذا خسرنا برضو عندنا مباراة ثانية نقدر نعوض، لكن اذا فزنا ضمننا وضعنا اكثر وارتحنا اكثر. استاذ ممدوح او دكتور ممدوح. أهلا. نتعرف فيك اول شيء. طبعا ممدوح مختار الهوساوي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. ممدوح بيكون معنا بالرحلة، لا سمح الله إصابة كسر من تكفى تكفى. فبإذن الله عندنا ممدوح الاستشاري من الطاقم، وعندنا الكابتن، وفي واحد أنتم تعرفونه قد طلع معانا في تدريبات اللياقة اللي صارت في المقطع الأول، اللي هو كابتن عبد الله. معليش هالمقاطعة، أسلم عليك بس. أنت يعرفونك الشباب، كابتن عبد الله بيكون حبل الوصل والمشرف اللي بالفريق اللي راح يضبط الأمور. نبغى مباراة ودية مع أحد، باقي في مساعد المدرب وباقي في أكثر من واحد من الطاقم راح يجونا بإذن الله، تنطلق رحلتنا إن شاء الله مع بعض. عشان ما أطيل عليكم الآن بإذن الله راح نتجه للرحلة، لأن موعد الإقلاع 1:55. بإذن الله نلقاكم أما بالمكسيك أما بألمانيا، ما أدري وين، بس دعواتكم يا جماعة. إذا تشوف المقطع أتنسانا من دعوة طيبة. الرحلة اللي من الرياض كانت عبارة عن بعض اللاعبين السعوديين، وأيضا بالإضافة إلى المدرب والطاقم الإداري وكذا واحد من صناع المحتوى اللي كنت أحتاجهم معاي. أما باقي الأعضاء راح تشوفونهم مع الوقت، منهم المحترفين واللاعبين ومنهم صناع المحتوى وجايين بالطريق. السلام عليكم مصور، سامحني أنا مالي دخل والله. ما شاء الله ما شاء الله. عليك أنا نونس بعض أنا وياك. وانطلقنا إلى أطول رحلة في حياتي، من الشرق إلى الغرب، من المملكة العربية السعودية وتحديدا الرياض إلى المكسيك وتحديدا مكسيكو سيتي اللي راح يقام فيها كأس العالم للملوك لنسخته الأولى. وخط الرحلة راح يكون من الرياض إلى فرانكفورت في ألمانيا، ثم توقف لمدة 5 ساعات، ومن فرانكفورت في ألمانيا إلى المكسيك لرحلة مدتها 13 ساعة. وصلنا يا جماعة الخير الآن المطار الدولي في مكسيكو سيتي. السفارة السعودية ما قصرت، استقبال دبلوماسي، وفروا علينا تعب كثير. الشباب الآن قاعدين يتجمعون ويجمعون أغراضهم، اللي بياخذ أغراض البقالة. بنطلع بباصات على الفلة، ماخذين فلتين جنب بعض، فلة للاعبين وفلة لصناع المحتوى وللإدارة والطاقم الفني وكله. فبنكون كلنا قراب من بعض، ومن اليوم نبدأ تخطيط إيش بنسوي قبل البطولة من تجهيزات وترتيبات، سواء على محمل التدريب أو على محمل حجز الملاعب، ومتى نقوم ومتى ننام، لأن مبارياتنا بوقت مكسيك بتكون ظهر، ولكن عندكم يوم الأحد الساعة 10 الليل. فبإذن الله الآن راح ننطلق مع بعض، وبسم الله توكلنا على الله.
اللهم لك الحمد، بعد سفرة طويلة متعبة قدرنا نوصل لأول مرة بعد عبور 3 قارات إلى جمهورية المكسيك. وللي ما يعرف المكسيك يا جماعة، فهي دولة تتضمن أكثر من 120 مليون نسمة، والمدينة اللي إحنا فيها اللي مكسيكو سيتي عدد سكانها ما يعادل 25 مليون نسمة فقط. تقع في قارة أمريكا الجنوبية، وهي دولة نسبة الفقر تعتبر فيها عالية، وشعبها يتحدث اللغة الإسبانية. والمعلومة الصادمة أن عدد السياح في دولة المكسيك يتجاوز سنويا 40 مليون نسمة. نعم يا أخوان، هذه المكسيك. هذا سوبر ماركت يا ربي لك الحمد. لا لازم حدا في السنتر يعاد السنتر. طيب الإضاءة سيئة الآن يا جماعة، بس بشرح لكم. تعالوا معاي بسم الله. احنا الان بالفله الاولى، انا مستاجر فلتين. شلون يا احمد وليش مستاجر فلتين؟ لاني في الايام الاولى انا جاي قبل البطوله ب6 ايام 7 ايام، فدافع التكاليف كامله للفريق كامل من حسابي، هم بيتكفلون قبل المباراه بيوم. فايش سويت؟ استاجرت فلتين، فله للاعبين والاداره وفله لصناع المحتوى اللي بحتاجهم معي يساعدوني. وبعطيكم الان فسريعه. مثلا هذه الان فله اللاعبين وبنقابلهم. هنا عندنا غرف والفله مليانه غرف. لا صح، صارت اوكي، في حاجه صايره غلط يا جماعه. الان اكتشفناها مع الدخله، الفله هذه صغيره مفروض انها فلتنا احنا، لكن الفله الثانيه الكبيره مفروض انها فله اللاعبين. الكوميونيكيشن والتواصل اللي صار عكس الموضوع، فاعطوهم الفله الصغيره لان عددهم كبير. اللاعبين تقريبا مع الطاقم الاداري والكل على بعضه يمكن 16 الى 15، واحنا يا الشباب تقريبا 7 8، فكلنا بنوصل فوق ال20، ما نقدر نسكن في مكان واحد. فهم خذوا الصغيرة الان، فبنضطر نبدل. خلنا ناخذ نظره سريعه مع بعض. إلتون شرح لهم وفهمهم انه في غلط. طبعا إلتون يا جماعه هو ما بيكون لاعب داخل، بس بنفس الوقت بيساعدنا لانهم برازيليين كلهم. إلتون يو اكسبلين فور هيم ذا تشينج، وي ويل تشينج ذا فيلا، سو وي ويل جو تو ذا بيج وان فور يو، اند ذس وان ويل بي فور اس ذا كونتنت كرييترز. اوكي سو اوكي يو كان اكسبلين فور هيم اف اتس اول جود. تفاجئ دائما دي ابارتمنت كي غوت مايور. يلا. Hey, I know this guy is who? Number one in the YouTube. What's the channel name? The S X B. Yes, yeah, salam. Yeah. Exactly. And زين ما غلط. Take the trophy, my friend. إن شاء الله. You know. إن شاء الله. You're strong. You can, my friend. I believe in you, guys. I believe in you. هذا اللي تو من هو أبو فوسورا، لاعب برازيلي. إيه. كان محترف في الظفر الإماراتي وفي العرب الكويتي ومنتخب البرازيل 7-7. أوكي. من أفضل لاعبين البرازيل يعني. أنا كني شفت الصورة إنه فايز بشيء بكأس العالم 2018. هو لا فاز معهم في السباعيات. والله. هو أفضل لاعب. لاعب قوي قوي جدا. هو إيش كان ذا بيست بلاير ذا تورمنت؟ شفت له صوره، تطلع لكم صوره يا جماعه للاعب هذا. هذا واحد من افضل اللاعبين باذن الله اللي راهن عليه ومتحمس. اسمه فوسورا. وإلتون يا اخوان اللي ما يعرف مين إلتون، إلتون هو لاعب النصر سابقا، ولكن احنا مو جايبينه عشان يلعب. في ناس يا جماعه زي ياسر القحطاني زي إلتون هم مو لاعبين في الاساس، ولكن الدعم يفرق. البطوله هذه تعتمد على الخبره والذكاء زي ما ذكر المدرب سابقا لنا، والتنقيه كانت بناء على ذلك. فجبنا ناس مهاريين، ناس عندهم الخبره والذكاء عاليه، واكيد اللياقه عامل مهم. البرازيليين هذول باذن الله احنا واثقين فيهم، وبكره باذن الله بتشوفون القائمه كامله واللاعبين كاملين. الان اليوم الاول تونا واصلين، بنريح وبنشلشل شوي، بنشوف الفله حقتنا مع بعض. وابو عزوز ياسر القحطاني بيوصل بعد بكره رحلته ثانيه، لانه كان عنده شغله بيخلصها. فإلتون بيمسك البرازيليين، وابو عزوز بيكون مشرف على كل شيء. وما تدرون يمكن ينزل، يمكن بكره نشوف ياسر القحطاني نازل ولا إلتون نازل اذا احتجنا. اختصارا احنا الان في مكسيكو سيتي في السنتر، بنرتب امورنا المعيشيه وبنتوجه الان مع بعض، فنراكم بعد دقائق. شوف زي هذا مثلا، حتى سلام ما سلم علينا، هذا اللي بيخطفني. خليني هج. وي نيد جايز باموس. إلتون اكسبلين فور ذم وي نيد تو وين ذا كاب. واي؟ كوز اف وي وين ذس جاي ويل جيف مي اول ماي ويدنج كوست. اني ثينج كوست اون ماي ويدنج هي ويل باي اف وي وين. يس pagar tudo para ele, alguma coisa desse tipo assim. Ok, but for me too, eu pay. Eu não vou lá então. Yalla, yalla, shabab. Vamos, vamos, guys. صبحكم الله بالخير اخواني الكرام. بعد تقريبا 10 ساعات نوم، أدري وجهي مفقع، إحنا باليوم الثاني الآن. اليوم يا جماعة الخير الثلاثاء، أي بمعنى 4 5 جمعة 7 1، باقي 5 أيام، 5 أيام وتبدأ مباراتنا الأولى، أي بمعنى إنه عندنا فترة هذه كاملة نتجهز فيها. فاليوم بإذن الله بنجلس مع المدرب، نحجز الملعب اللي بنروح مع الفريق
كامل ويبدون يتدربون يحاولون يلعبون مع بعض ونشوف عاد يصير معانا. انا ما شفت لعبهم الى الان امانه، المدرب يقول انه يعرفهم ولكن انا والعيال ما شفنا ولا حاجه. فباذن الله تعالى مبدئيا امس اشكالهم مهيئه ونفسيتهم حلوه ومتحمسين معانا مره. حتى بالجروب يا جماعه الخير مجتمعين بالصاله بالفله اللي خذيناها لهم وقاعدين يتفرجون على مباريات الدوري في كينجز ليج مع بعض، فهم متحمسين مره وهذا الشيء مره ريحني. ما لكم بالطويله، الان بنروح مع بعض باذن الله تعالى نقوم العيال. باختصر لكم، انا بعطيكم الزبده، انا ادري اغلبكم يبغى الزبده، ما ودي احط لكم تفاصيل. وفي حاجه مهمه، اذا انتم تبون التفاصيل اي بمعنى التفاصيل، يعني اقصد انكم تبون وش ناكل وين نصحى وين نروح متى ركبنا متى سوينا ايش قلنا علمونا. يعني اقصد الحمد لله حتى لو تبون احط لكم العطسه احط لكم العطسه، انت عيوني لكم، بس تاكدوا انكم ضاغطين علامه اللايك والاشتراك لان ما بقى لنا شيء على 15 مليون. ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايش هذه عزبه من غرفه مو طبيعي صراحه كميه الاغراض. انت جي عشان الباقيين ترى وصلوا وبنقابلهم الان. نعم كلهم تحت بسم الله. يلا يا جماعه يلا بسم الله بنقابل الشباب الباقيين جاي من لندن. صباح النور والنوير. ايش الجمال هذا؟ كيف اخدمك؟ الحين رجعت خلاص اللوك الاصلي مروق ذو الاس اكس بي شبعان نوم. نعم يا سلام سلم اشوف مصور وين حقي مصورنا ليش في بوريلا؟ ليش؟ نسيته؟ ممتاز ان شاء الله على اقرب رحله باذن الله تعالى التصوير عن سبيل. اي دور استاذي؟ اي دور والله ما ادري عشان ما نضيع اللي تبغى اليوم احنا مروقين وشبع النوم الحمد لله يا سلام. طبعا وصلوا اخواننا الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة. كيف الحال؟ اهلا انا والله اصفر اميغوس فاموس اميغوس فاموس والله دقيقة والله ما يضحك عليكم بابتسامة لا خلوا مبصمين على جوازك دبلوماسي واحنا ماكلين تراب كذاب ست ساعات في البوليس ليه؟ شرطة المطار ست ساعات على جوازاتك اوف تحمل جوالاتك جالسين كذا قسم بالله ست ساعات دقيقة يا محتوى هذه انت سجنت ست ساعات صحيح والله سجنت ست ساعات عنوان المقطع يا جماعه انسجلوا الشباب طور ايش صار بالضبط صار قالوا لنا في مشكله في جوازكم تعالوا كي قال تعال جينا احنا سبايك وهل في مشكله ما ندري احنا جينا كذا قالوا يلا عطنا جولاتك عطنا جوازك عطنا كل شيء لا معلش عطنا جولاتك وش جولاتك عطونا الجوال قفلوه قال اجلس شو نسوي اجلس متى خلص اجلس احمد غرفه عاديه ترى إيه؟ بس لما دخلنا وين هذا في المكسيك في المكسيك اول طيب ليه ما كلمتونا لما دخلنا راقد يا عيال اقسم بالله السفاره قالت لنا اي شيء كلمونا على طول ورب المصحف راقد دقينا على كل شو نكلمك جوال صح حاولنا نكلم هذا كل العيون التيم والعيون الفاموس والعيون الجرينتا والعيون نفطر ونروق وبنروح مع بعض عندنا جوله بسيطه نتعرف فيها على اللاعبين ان شاء الله تم باذن الله اخواني الكرام وصلنا اليوم الثاني للفله حقت اللاعبين بعد ما صارت تعديلات وصارت اشياء كثيره ما ادري بس ادي لكم فويس اوفر اقول لكم اياها ولا بس خلنا ندخل نشوف هذه عيال طبعا كذا تسرق الشباب تفتح الباب على طول اوه مقفل من هنا السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير كيف الصحه طبعا هنا عندنا اسعافات اوليه هذه تبعك ممدوح اصابات ما اصابات ابو صبري بالله عليك اجتماع عاجل خذ راحتك يا رجال خذ راحتك ايش الوضع وايش الخطه كيف هو شيء نومكم وعيشتكم بالله اشكر طبعا هنا الشباب مجهزين لهم المباريات والاحصائيات والشغل دراسه الموضوع الان قالب دراسه اسلم ايش الاجتماع عندنا طارق الامور طيبه ان شاء الله هذا احنا اللاعبين وطبعا ارسلوا لهم غداء والله زين الحين بس انه بيجي وبيروح عشان طيب خاطرهم بس اي ضروري هم زعلانين والله لا افطروا ولا طبيعي ترى اذا انت ما اكلت نفسيا فكانت الخطه ودنا ايش لو يسكنون في فندق خلاص خلينا نشوف اليوم ايش يصير معهم لان ناديه هي قاعده تشتغل الحين الموضوع نشوف ايش يصير معهم طيب الان في احد ارسل لهم الاكل بيجي هنا وبيطلع مع عبد الله وانا كنت بروح دمك بجيت خلاص تبى تروح بدنا نطيب خاطرهم بس خلاص اذا تشوف انه لازم تروح ما في مشكله عادي هو مو قريبين اصلا مننا والملعب امس قالوا ساعه ونص اليوم يقولون ساعة بس ما ليش طيب ملعب ساعة؟ صار نادية وعبد الله طيب ما لقوا ملعب ثاني ولقوا ملعب عشبي اي عشبي نفس هذا حتى لو ما نبغى عشبي طيب حنا كيف اسمع مبدئيا اهم شيء نتمرن
السلام. هلا عبد الله. اهم شيء نتمرن حتى نشوف بعض، نشوف القواعد، احنا قاعدين نشوف القواعد. اوكي، يعني اليوم الاول عادي كان في اي شيء؟ اي، اهم شيء نجتمع. طيب اليوم عندنا حجز الملعب صح على الساعه تقريبا 5؟ عبد الله حجز الملعب الساعه 5. ممتاز. بخصوص الملعب نحتاج كور. كور ما هم موفرين لنا؟ ما ادري عبد الله، تكون لنا هذه. معقوله ملعب بدون كور؟ انا كان ودي 10 كور عشان ننوع. طيب في التمارين. انا ابي اعرف ايش متطلباتك، احنا بنحرص على احنا نجيبها اليوم. 10 كور اقل شيء. 10 كور. ايش وضع اللبس كلبس؟ باقي كينجز ليج ما وفر لبس رسمي لنا صح؟ ايوه قالوا لي قبلها بيوم. قبلها بيوم. اذا في احتياجات من ناحيه لبس للاعبين نوفرها. هل في شيء ثاني؟ انت ذكر في اهم موضوع. وشو؟ الاكل. اهم موضوع الاكل والترانسبورتيشن، التنقل والاكل. أيوه. انا وجهه نظري، انا قلت حتى لازم تجيبوا سياره بسواق. نادية مو موفر لنا سواق مع السيارة؟ لا، احنا نادي متفقين معاه عشان نكون متفقين. نادي اتفقنا معاه اول شيء باصات، قلت له باص عندنا. شوف في عندنا شغلتين يا شيخ احمد. اول شغلة، كل يوم حتروح تمرين، التمرين يبغى لك باص يجي 4 ساعات، تتفق معك تقول له فرضا من 6 ل 8 او من 8 ل 10، ما يحتاج يدفع له يوم كامل. حلو حلو. يجي الباص يوديك. انت تجيب سيارة مع سواق تقول له انا احتاجك 12 ساعة، خلي السواق موجود. قالوا زي كده نبغى غدا، اروح انزرقنا في كور، اركب شيخ عبد الله اروح معاه محل رياضه، هو يكون عارف. محتاجين مويه، قلت ابغى اجيب مويه ما لقيت اروح اجيب. يعني تحتاج لازم سياره بسواق. الان احنا مهمتنا اليوم احنا نقفل اي شيء ما قفلناه امس. السواق مع السياره، العشر كور، اذا في واحد ناقصه شورت لبس معين، انا يهمني لو اليوم الاول نمشي الليل عشان حتى التصوير برضه اخلص منه. الاكل يا جماعه، هي الايام الاولى هي الثلاثه هذه بس اللي فيها قروشه. ما في عارفين عارفين ما تاريخ 24 راح ننقل كلنا على سكن الكينجز ليج الفندق اللي هو 5 نجوم. الان لان وضعنا وعدنا كبير فعندنا وضع الفله. بخصوص الاكل والميزانيه اللي بتنحط اليوميه، هذه كلها بنحددها اليوم. اليوم الساعه 5 مفروض هو يوم التمرين الاول، فبيبان اليوم. انا اتوقع يبان معنا كل شيء باذن الله. بكره بيكون كل شيء مرتب على اكمل وجه. اختصار الوقت الان بنوقف الحين، بنروح نحاول نرتب الامور يا جماعه اللي تخص اللاعبين من ناحيه معيشه، من ناحيه تجهيزات للتمرين. اليوم بيكون في تمرين، بنلم الفرقه كامله والتيم كامل وبنتوجه. طبعا زي ما انتم شايفين الوضع الان شغال كله يعني هنا، وبرضه بالفله الثانيه في المباريات اللي قاعده تصير، تحاليل ايش الوضع، ايش القوه الهجوميه، القوه الدفاعيه، مين الكويس اللاعب، مين اللاعب الضعيف والى اخره. فالايام هذه كلها ايام قراءه وايام تدريب، ومتوكلين على رب العباد. نشوفكم ان شاء الله باذن الله في توجهنا الى الملعب، بنقابل اللاعبين لاول مره مجتمعين مع بعض، بنشوفهم معنا، بنتعرف عليهم. جاهز يا جاهزين؟ بسم الله، توكلنا على الله. اوكي، تحديثات مهمه جدا، تونا مخلصين نقاش مع اللاعبين، واكتشفت يا جماعه الخير انه اقسم بالله اداره النادي صعبه. شوفوا وجيه هذول، والله تعبوا بالله، كيف متعبين يا اخوان. انا اتكلم طبعا على الاجانب مو بالعرب. متعب متعب الموضوع، الداري هذا ولا الداري. طبعا اليوم الاول كان صعب. ليش كان صعب؟ لان كانت في حوسه، الفلل اللي استاجرتها طبعا كلها من حسابي انا، لان هم الكينجز ليج ما راح يدفعوا لي الا وقت بدايه البطوله، فانا دافع حق 5 ايام من قبل غير رواتب وشاه اللاعبين الثانيه. فايش صار؟ صارت لخبطه بالفلل، وصارت لخبطه بالسكن، وزي ما انت شفت احنا رحنا هوتيل وناس راحوا فله، واللي بالفله اللي فله اللاعبين طلع ما فيها مكيفات وما عندهم اكل، واضطريت اني اجيب لهم طباخ، والطباخ يوم وصلهم قالوا كيف انا يا اللاعب الفلاني اجلس يومي كذا يعني ازعلوا يعني الزبده، وقعدنا نداري dont worry this is because the first day everything will get better الى اخره، ونشرح لهم ونحاول نفهمهم يا جماعه. هدينا الامور، بيطلعوا لنا موضوع ثاني. نبغى انا ايش قاعد اسولف لكم في الشارع؟ خلونا نروح بعدين نسولف هناك. المهم الان وقت التدريب، مفروض بناخذ الباص وبنتوجه ان شاء الله مع بعض الى وين؟ الى الملعب. لكن قبلها ابغى اجيب بعض الاطقم للعيال عشان الملابس تكون موحده، لان الى الان ما خلصت الاطقم عندنا من الكينجز ليج، ما وفروها، مواقفه بالجمارك. زبده والله الموضوع حوسه. نشوفكم هناك. طبعا فلتنا تبعد عن فله اللاعبين تقريبا 8 دقائق مشي، فاضطرينا احنا نمشي بدل اوبر اختصارا للوقت. بعطيكم جدول اليوم يا جماعه الخير، بيكون بكل بساطه ارسلت العيال يشترون ملابس، لان ما عندنا ملابس موحده ونبغاها ملابس موحده عشان يكون منظر جميل، مو كذا كل واحد لابس يطقم. ايضا موضوع الميزانيه اتعبنا شوي. ليش اتعبنا يا احمد؟ لان انا الان ما اقدر اسحب، لازم ادفع كاش، وما اقدر ادفع كاش لكل الفريق بطاقه واحده، فهمتوا قصدي؟ فاضطريت الان اني اشوف العيال مين عنده بطايق وكيف نظام السحب، وعقود اللاعبين باقي ما خلصت، لاني انا ما ابغى احول اي مبلغ لاي لاعب. اللاعبين بتشوفونه بعد شوي، بتتعرفون على لاعبين واحد ورا واحد، طبعا هذول المحترفين غير السعوديين. ايضا الفريق عباره عن 13 لاعب مقسومين الى قسمين، في ناس محترفه والاغلب صراحه محترفين ان شاء الله، ولكن 5 إلى 6 منهم سعوديين، و7 إلى 6 منهم برازيليين. بتعرف عليهم الآن بالضبط ونشوفهم مع بعض، ونفرق أنا السعوديين عن البرازيليين مؤقتا، وفي الملعب إن شاء الله بيتقابلون مع بعض،
في ناس منهم لاعبين في النصر، في ناس منهم لاعبين مع الهلال ومع الاتفاق، كلهم اللاعبين السعوديين مع المنتخب السعودي غير الطاقم الطبي والإداري اللي ما شاء الله تبارك الله بإذن الله ما يقصرون. وطبعا زي ما انتم عارفين اللعب 7-7 فنحتاج لاعبين صالات متعودين على المساحات الضيقة وعلى اللعب الجديد هذا، لأنه فارق على لعب الكرة الطبيعي. انت تلعب كرة حقيقي صح نعم، ولكن في قوانين. يعني يوم كانوا البرازيليين يرجعون المباريات ضد الفريق اللي بنقابله، فريق من البيرو من امريكا اسمه بيرسس، بتطلع لكم صورته، صار بينه وبينهم بعض النقاشات والهياط، وباذن الله يوم الاحد يكون هو اليوم الموعود اللي كل واحد يعمل بالاسباب وان شاء الله انهم يبيضون هالشباب. بما اني الاونر ومالك النادي، فمن باب التحفيز سوينا بونس، نظام بونس ما عليكم منه، بس في حاجه لكم فيها، انتم سبب فيها. وش يا احمد؟ في بونس خاص للفوز هذا مالكم فيه، وفي بونس انتم تحددونه واتفقت مع اللاعبين واعطيتهم اياه وفهمتهم. نظام البونس بيكون كالاتي: بعد كل مباراه راح يكون في ام في بي من الكينجز ليج وفي ام في بي منكم انتو. شلون مننا يا احمد؟ اي بمعنى ام في بي هو افضل لاعب بالمباراه من فريقي، فافضل لاعب بالمباراه راح ينزل تصويت اثناء المباراه اول ما تنتهي في البث المباشر في قناتي في كيك، البث المباشر اللي راح تعرض فيه المباراه، واللي لازم كلكم تكونوا موجودين يا جماعه يوم الاحد الساعه 10 مره مهم، يوم الاحد هذا اللي جاي، وبتحصل الرابط حق البث اللي راح تنقل فيه المباراه تحت بالوصف. تاكد انك مسوي لك حساب عشان تتابع على راحتك وما تكون متقروش. فبعد ما تنتهي المباراه باذن الله بالفوز باذن الله راح ينزل تصويت، وبتحددون انتم من هو افضل لاعب في كل مباراه، بتكون لها جائزة مالية بإذن الله تعالى، بتشوفون إن شاء الله كل شيء لوقت. عموما احنا قربنا نوصل الآن، شوفكم إن شاء الله في الباص متجهين إلى الملعب لأول تدريب، ودعواتكم يا جماعة تكفى. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله. والله أحمد ربي إني ماني رئيس نادي. ليش؟ يا جماعة إيش هذا؟ يعني أقول أقسم بالله يا عيال، والله العظيم لو أنكم معنا في اجتماع اللاعبين قبل شوي. شوف حبيبي متعب مدراء، شفت إدارة صناعة المحتوى لا تقارن بإدارة اللاعبين. كان جبتوا مصالح والله ما يقدر لهم، ما يقدر لهم، وهذا يبغى وهذا يطلب هذا يسوي، لا لا قاعد نهدي الأمور وضبط، لأن اليومين الأولى كانت صعبة عليهم السكن وما نعرف إيش إيه، وربعنا يزينهم ربعنا متفاهمين. أي والله أنا أقول شد عليهم. شوف أنا ما بشد، أنا بعطيهم على جوهم حلو، أو شوف المباراة الأولى إيش بيسوون. شفت المباراة الأولى ما مشى معهم الزين. ايوه الله العين الحمراء. لا حبيبي لا عقليه بالضبط، اطفي ام النت، ما في واي فاي، ما في مكيفات، ما في اكل، ما لا الاكل على حسابهم. انت العب لعبه ثانيه يا شباب. ها الواي فاي يقطع من جد، وثاني مره لما تخلص المباراه لو الاداء سيء اداء سيء تقول الحين برجع البيت بنفسك، كل واحد يرجع بنفسه. اوه اي لايك صفقه يا جماعه. شوف احنا حتى موز شارين لهم والاكل الصحي وكل شيء، شوفوا حتى ماعين عليهم شوفان، ها شوفان بطاطس بدون ملح كله صحي، يمكن اطبخ كبسه اذا فزنا في المباراه ما ادري اسمي. انا يا احمد جالس اعمل بالاسباب، والله يا اخوان اني كل شيء قاعد اسوي، فبأحاول قدر المستطاع اني اعطي الموضوع حقه بالكامل، ماخذ كل الاحتياطات، محاول قدر المستطاع ان مشاركتنا تكون مشرفه ونحاول، بس ترى مسؤوليه وضغط عالي، فانتم ان شاء الله انكم متفاهمين. احتاجكم جدا يا عيال يوم الاحد ضروري، انا ما ادري المقطع هذا بينزل لكم يوم الاحد الظهر او السبت قبلها بيوم، ولكن الاحد هذا الجاي بدون مزح يا جماعه والله اتكلم صار، احتاج الجميع، لازم اثبت حضور قدام الاجانب كلهم في البث المباشر وقت المباراه، وباذن الله الرجال في الملعب تحرض حرث وتبيض الوجه. بيكون في بث مباشر، اعيد واكرر النقطه مهمه، الساعه 10 بتوقيت السعوديه بتبدا المباراه، وقبلها بربع ساعه نص ساعه كذا بيكون فيه بث مباشر يبدا، اجهز فيه الامور وندعي ادعيتنا مع بعض والله يسرها. وترى هذا سنابي ورابطه بالوصف، ترى قاعدين نصور سنابات التفاصيل كامله بالسناب اذا ودك تجينا هناك. عموما نتوجه للملعب الان بسم الله. ارحب يا الجد والله حبيبي ولك ولك اولا اميغو ايوه اولا اميغو العب اولا اميغو ايوه 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 ايوه اولا ميك اسلام اولا ميك العب اولا ميك ايوه اولا ميك ايوه ها 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 نص سعودي نص برازيلي. شكلهم يسبون ما ادري.
صدق فاموس فاموس يلا 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 فاموس 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 يلا 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 يا شباب يا شباب دكتورنا تحية لدكتورنا هلا هلا بريالنا هلا بالرجال هلا بالرجال يا هوبا ايوه يا هوبا بسم الله المعين الحماس والمعنويات مرتفعة والطاقة الإيجابية عالية وبإذن الله تعالى يا جماعة الخير الأيام هذه نستغلها استغلال تام وصلنا الملعب اللي راح نتدرب فيها الآن ويحمون ويحفظون القوانين مع بعض ويجهزون أمورهم والأمور بإذن الله جاهزة Se fizer um gol com um toque lá, ele volta cá pra cá. Zahed, sejjal. A minha pôr aí, o Basile e o show. طيب يا جماعه احنا ما جبنا كور والوقت قليل اليوم للتدريب بس مبدئيا يا جماعه الوضع مطمئن مره كلاعبين وضع مطمئن جدا ومريح الحمد لله ارتحنا الناس هنا واضح انها تلعب فالان احنا قاعدين نسوي عمليه تحميه فقط لان لازم نحفظ قوانين الكينجز ليج لان قوانينها مختلفه اليوم عندنا تقريبا ساعة واحدة فقط لأن الوقت داهمنا وأول أيام دائما صعبة بس باقي عندنا أربع أيام نقدر فيها نتعود يتعودون هم مع بعض يفهمون بعض أكثر وأنا أتكلم الآن قاعد أظهر لكم أصلا بعض اللقطات اللي لعبهم وأنا في أرض الملعب طبعا أنا قاعد أحاول أفيد بالهيبة فقاعدين ننفخ كورة يا جماعة لازم عشان تشوفون إني قاعد أسوي كل شيء حتى كور قاعد أنفخ هذه تجربة البلنتي يا جماعة شباب شباب البدايه مبشره احمد طفيش مجنون مجنون يا عيال تكفون يا رب دعواتكم يا عيال جاك جاك هيلتون هذا باسمته والله ركنها طبعا الاقوال بتكون اصغر يا جماعه في الكينجز ليج ولكن هذا فقط للتحميه بس كيف يعني الحارس يمنع به اي مو طبيعي هذا الهرش ده هذا الهرش حقنا يا سلام فاموس حلو اطربني ان شاء الله والله بدخل ملعب والله بدخل ملعب مويه يا بسرعه مويه مويه انت مويه بسرعه عيال مويه روح معهم يا اخي روح معهم برا يلا اخي الملعب المهم يا جماعه الان وصلنا للختام اللاعبين بنخليهم يكملون الان خذوا بريك بيرجعون يكملون وما زلنا مستمرين ابي اذكركم شيء سنابي اولا تغطي اول باول ثانيا يوم الاحد حسابي في كيك تحت بالوصف راح ينزل لكم مقطع وبالبث احتاج الجميع بدون استثناء يوم الاحد المقطع شو متنزل لك حط منبهك على الساعه 10 يوم الاحد في كيك والرابط اول رابط تحصله تحت بالوصف باذن الله هو راح يكون رابط المباراه الاولى واللي راح تعرض عندي في القناه باذن الله دعواتكم يا اخوان وباذن الله تعالى برضو حساب الفريق حق اس 6 بي تيم بيكون تحت بالوصف وان شاء الله تعالى اداء يشرف ونوصل مرحله عاليه وباذن الله نرجع معنا الكاس اذا ربي كتبها لا اله الا انت سبحانك وتعالى ظلمي استغفرك واتوب اليك صلوا على محمد نراكم يوم المباراه في البث المباشر في كيك السلام عليكم